نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. في ذكرى اغتيال الزعيم النقبي فرحات حشاد، الطبوب يقول إنه لا نية للاتحاد في الحكم وأن لا أحد يثنيه عن الاهتمام بالشأن السياسي. فاتورة الكهرباء والغاز بين تذمر المستهلك من ارتفاعها ونفي الشركة أي زيادة في التسعيرة. مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين بعد ساعات من إنهائه تحالفا معهم. الثامنة من تونس، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إحياء للذكرى 65 لاغتيال الزعيم النقبي والمناضل الوطني فرحات حشاد، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي تجمعا عماليا تلته مسيرة باتجاه ضريح الشهيد بالقصبة. هذا وقد أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عدم تمسك الاتحاد بالحكم، مؤكدا أن ذلك لن يثنيه عن الاهتمام والتدخل في الشأن السياسي لأنه أمر يعني الشغالين والنقبيين كمنتجين يتأثرون بقراراته وتوجهاته. في موكب يتجدد سنويا بمناسبة ذكرى اغتيال الزعيم النقبي فرحات حشاد، أكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي وجوبية أن يكون للدولة سلطان القانون وأهمية أعلى قيمة العمل والحاجة إلى رص الصفوف من أجل مشروع وطني يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية اجتماعية في ظرفية اقتصادية موصوفة بالحرجة. كما بين أن المنظمة الشغيلة منصرفة وفي سياق تفاوضية مع الحكومة إلى جملة من المسائل، منها رفع الأجر الأدنى المضمون وزيادة في منح العائلات المعوزة فضلا عن غلق ملف تشغيل الهج. القطاع العام والوظيفة العمومية تسليما لمحض الاتفاق السابق، سندخل في مفاوضات اجتماعية في الزيادة في الأجور في شهر أفريل، ومراجعة القانون العام الوظيفة العمومية والقطاع العام على الأبواب الانتهاء منه في خلال معناها شهر تقريبا. بالنسبة للقطاع الخاص مت مسكين، وعندنا كذلك محضر اتفاق ممضى خلال الزيادة للفال الأخيرة أننا سندخل في شهر مارس أو أفريل في مفاوضات اجتماعية بجانبها الترتيبي والمالي في كل القطاعات. آن الأوان ليقتنع الجميع بضرورة تقسم الأعباء، قال أمين عام المنظمة الشغيلة في إشارة إلى ضرورة تحقق العدالة الجبائية وإلى ثقة في أعضاء مجلس النواب الشعب حتى يصدقوا على مشروع قانون المالية لسنة 18/2000 الذي يضمن بعضا من هذه العدالة. وخلافنا مع بعض الأطراف أن الناس الكل لازم تكون ثم عدالة، وقلنا الناس الكل لازم تضحي، وكل واحد يضحي على قد دخله وعلى قد جرمه بلغتنا العامية. هذا إذا ما تمشى ضايع، كل إنسان اليوم تشوفه طالع يقول لك أعطيني امتيازات من الدولة، لا مش هكا ما نقومش بالدور الجبائي نتاعي. كانت لعنة فيه بصمة في هذا القانون المالية ومنه المساهمة الاجتماعية. بعد 7 سنوات من الثورة قدرت القيادات النقابية أنه لا بد من حلحلة الأمور حتى يطمئن الشعب للمشروع الديمقراطي وحتى يتغير المشهد السياسي. أطلقوا معنا الأمين العام حتى تنكب كل الأطراف بطريقة جدية ومسؤولة بعيدا عن المصلحية القطاعية والفئوية من خلال التركيز على رؤية اقتصادية واجتماعية اللي قدم فيها الجميع معناها تضحية معناها متوازنة. مواجهة المتلمم لابد أن يكون مطلب مهم وهام جدا حتى يساهم في استقرار البلاد ويساهم في دفع وحلحلة اقتصاد البلاد وكذلك المناطق الداخلية، يعطيها شوي أمل أنها فعلا الدولة حددت أولوياتها والتفتت إليهم. اليوم الاستقرار السياسي مازال يراوح مكان ومازال محتاج إلى بعض المبادرات باش يقع الاستقرار السياسي، لأنه راهو ما فماش حديث لا على تنمية ولا على نمو ولا على معناها تشغيل إذا ما فماش استقرار سياسي. مسيرة من مقر المنظمة الشغيلة حتى ضريح الشهيد فرحات حشاد، عبرت خلالها المنظمة الشغيلة قيادات وقواعد عن استماتتها في الدفاع عن حقوقها وعن الدستور صونا لبلاد سالت دماء شهدائها. الجيل السابع من وقت فرحات حشاد خرج أجيال نفس الروح ونفس الحس على الراجل هذاك اللي بقى في أمخاخ الناس. حبيب عاشور من بعد باش خلى الاتحاد قائم وعلى ساقيه ووصلوا. فرحات حشاد وبعد 65 سنة من اغتياله ظل حيا في قلب كل تونسي بحبه لشعبه بحبه لتونس.
إلى موضوع آخر الآن. المواطن يتذمر في أغلب الأحيان من معاليم الكهرباء والغاز، يتذمر من الفاتورة بسبب غلائها المشط، ويتواصل هذا التذمر رغم إحداث جملة من التسهيلات في الدفع. حدث عن فاتورة الكهرباء والغاز التي أصبح غلاؤها حديث المستهلك بسبب ما أسماه تضخما في مبالغ الاستهلاك، والتي فاقت أحيانا راتبه الشهري حتى أنه لم يجد لخلاصها سبيلا. فاتورة جاتني 723 دينار. كم استنسجك قبل ولا أكثر؟ لا أغلى، أكثر. قال لك الضوء أغلى زيادة فوق اللازم، شهري 150، نحي منها طاو كل 103,000، هم ضاعت الورقة وجبت نادي نمشي نجيب لهم. وين دار عربي في الرباط محدود، لا فان لا عندي حتى شيء من كتلاف زقة دك صغيرة. 516,000 جيت لهنا باش نقصر في الورقة، تلقى تسهيلات بالدفع، تجي وتمشي للموظف يقول لك لا لازمك على قيلة تدفع 400، منيش يجيب لك 400؟ الفاتورة نتاع الكهرباء مشطة، يعني معجزتنا المرة فات جات 400 واش تقريبا، يعني عملوها لنا على مرتين. المرة هذه باهي قلنا على خاطر مكيف، قلت كلها شغلته 3 أيام كسخانة أكهو ونعس ونخلي حتى حد يمسه. المسؤولون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز يؤكدون عدم الزيادة في التسعيرة ويصنفونها حسب نوعية الحرفاء. يجيك يقول لك أنا فاتورتي مليون واش، مليون سفغي برشا برشا، لكن هو مش فاتورة متاع شهرين ولا متاع 4 شهور، راهي فاتورة متاع عامين، وكنا قد سهلنا معاه وما كانش في الموعد وما التزمش بك التقسيط اللي عملناه له. بالعكس احنا قاعدين نقسطوا بقدر الإمكان، خاصة في المواطنين تاع حالات السكنة، معني أنا نقول الحرفاء العاديين ليزاندوستريال والتجار قاعدين نشوفوا فيهم حالة بحالة. احنا نتسهلوا لماكسيموم ومذبين نعملوا زادة على وعي الحريف. الكهرباء والغاز مصدران للطاقة لا يمكن الاستغناء عنهما لارتباطهما بتفاصيل الحياة اليومية للمستهلك. يبقى ترشيد الاستهلاك والالتزام بأجال الدفع من أوكد الحلول لتجنب تراكم مبالغ الاستهلاك. التقى رئيس الجمهورية الباجي قادي سبسي بقصر قرطاج عددا من الشباب المنتفع ببرنامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المخصصة للشباب، حيث استمع إلى بعض تجاربهم وأكد ثقته في قدرة الشباب على تذليل الصعوبات لتحقيق الرقي الاجتماعي والاقتصادي. بمناسبة مرور سنة على برنامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المخصص للشباب وبرنامج إيراسموس بلوس، التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ثلة من الشباب المنتفع بالبرنامج، حيث قدم بعضهم تجارب في مجالات شملت الحصول على منح دراسية وبعث المشاريع. 2013 وقت هنا اللي كانت ثم في تونس مشكلة ما بين التونسي والتراث نتاعو ولا الثقافة، قلنا الحل هو اللي المتاحف يلزمهم يوصلوا للتونسي التراث في نوفيل مانيير مع نوفيل تكنولوجي. هذا في بروجرام إيراسموس بلس عملوا في الغريس. دونك جيت لا ماجور دو بروموسيون انجلي في الفاك، طرح عليا اني نختار يا مع تركيا ولا رومانيا ولا اليونان، وقررت اني نمشي لليونان. دونك عديت 6 شهور هذيك، التجربه كانت بمثابه تحدي معناها فيها، انا نجحت الحمد لله وكيف معناتها حتى غادي جيت الاولى زاده. رئيس الجمهورية أكد حرصه على تدعيم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للاستثمار في الشباب باعتباره فاعلاً رئيسياً في تحقيق الرقي الاجتماعي والاقتصادي. الاتحاد الأوروبي مراهن على تونس وعلى شبابها وعلى مستقبلها، وإحنا كتونس لازم نكونوا مراهنين على مستقبلنا ونكونوا نؤمنوا بمستقبلنا، وراه ما ثماش حل آخر. ربحنا معارك لكن ما زلنا ما ربحناش الحرب كما كان يقول الجنرال دوغول، مش نربحوها ان شاء الله قدرة ربي. لكن شكون باش ربحنا فيها؟ هو جيل جديد اللي هو فاهم ان المستقبل هذاك. وقد استعرض باتريس بيرغاميني سفير الاتحاد الاوروبي بتونس ما تحقق خلال هذه السنه من برامج تعاون لفائده الشباب التونسي، الذي اعتبره مثالا لشباب منطقه البحر المتوسط المتفتح والمقبل على العمل. منذ سنة ارتفع عدد المنتفعين بالبرنامج 3 مرات، كما ضعفنا مساندتنا لطالبي التمويل الصغير الباعثين الشغل، حيث وقعنا برنامجا يهتم بالتعليم وحرية التنقل والبحث والتجديد، وخصصنا له 600 مليون يورو.
وتعتبر هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فرصة للشباب لتنمية قدراته بالاعتماد على طاقته في تذليل بعض الصعوبات. يؤدي وزير الشؤون الخارجية السوداني إبراهيم غندور زيارة إلى تونس، والتي أجرى خلالها لقاءات بكل من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الخارجية خميس الجيناوي. زيارة تأتي لتعزيز أفق التعاون في المجالات الاقتصادية ولتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في ليبيا والمنطقة العربية. زيارة وزير الشؤون الخارجية السوداني إبراهيم الغندور إلى تونس، والتي استهلها بلقاء كل من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، تأتي لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين ولمتابعة مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي انعقدت في الخرطوم بإشراف رئيسي حكومتي البلدين في مارس الماضي. كما التقى وزير الشؤون الخارجية خميس جهناوي بنظيره السوداني إبراهيم الغندور، اللقاء الذي تم إثره التوقيع على مذكرة تفاهم تجيز الإعفاء المتبادل للتأشيرات للجوازات الدبلوماسية والخاصة للمسؤولين الحكوميين. تم النقاش خلاله حيال تعزيز أفق التعاون الثنائي، وعلى رأسه التعاون في المجالات الاقتصادية. دفع وتعزيز علاقاتنا في أولا في مجالات يعني ذات اهتمام مشترك مثل التبادل التجاري، واتفقنا إن شاء الله ستكون مشاركة تونس مشاركة هامة ومكثفة في معرض الخرطوم الدولي الذي ستحتضنه العاصمة السودانية في أواخر شهر جانفي القادم. ناقشنا آفاق الاستثمار التونسي في الخرطوم، وكذلك تبادل المنافع عبر التصدير والاستيراد بين البلدين. ناقشنا أيضا قضية تسهيل الحركة لرجال الأعمال، ونتطلع قريبا إن شاء الله لافتتاح خط مباشر للخطوط التونسية بين تونس والخرطوم. اللقاء كان أيضا مناسبة لوزيري خارجية تونس والسودان للتباحث إزاء الوضع في ليبيا، وخاصة تداعياته الأمنية على البلدين. وتم تسجيل وتطابق الرؤى على ضرورة العمل سويا لمساعدة الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الوضع القائم هناك. واتفقنا على ضرورة العمل سويا لمساعدة الأشقاء الليبيين لتجاوز خلافاتهم وتوخي الحوار في أقرب وقت ممكن لإيجاد حل سياسي توافقي ليبي. ونتمنى أن توحد كل الجهود في هذا الإطار حتى تمضي إن شاء الله اتفاقات الفرقاء الليبيين لاتفاق يوقف نزيف الدم ويوحد جهود أشقائنا في ليبيا من أجل بناء ليبيا موحدة لمصلحة شعبها ولمصلحة أمتها. اللقاء الذي كان مناسب أيضا لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، حصل فيه توافق بين الطرفين حيال مزيد العمل بغية تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية. عقدت الجامعة المشتركة للسياحة التونسية ندوة صحفية حضرها كافة المتدخلين في القطاع، وقد استعرض المشاركون فيها أبرز إشكاليات القطاع، وقدموا بالمناسبة رؤية استراتيجية جديدة من أجل تجديد وتنويع المنتوج. تهدف هذه الندوة إلى تقديم رؤية استراتيجية وتخطيط عملي من طرف الجامعة المهنية المشتركة للنهوض بالسياحة التونسية وتنوعها، وذلك من خلال إبراز اختصاصات سياحية متنوعة مثل السياحة الثقافية والسياحة البيئية والسياحة الصحراوية وغيرها. احنا شخصنا كجامعة 14 منتوج موجود في تونس، ولكن يحتاج إلى هيكلة وإلى دعم من ناحيتنا احنا كجامعة، ومن ناحية ايضا سلطات الاشراف. نقول سلطات الاشراف اللي مش بشرط هي سلطة الاشراف هي السياحة. مثلا في السياحة الايكولوجية نتعاملوا اكثر مع وزارة الفلاح. نظرتنا للسياحة هي نظرة افقية، معناتها على السياحة، معناتها السائح كي يجي لتونس مش بشرط هي للشاطئ فقط، ينجم يكتشف في تونس عندنا مخزون ثقافي، مخزون رياضي، مخزون مغامراتي. وقد أكد المتدخلون في هذه الندوة على ضرورة تنويع المنتوج السياحي وألا يقتصر الترويج على السياحة الشاطئية. سنوات السياحة في تونس كانت مركزة على السياحة الشاطئية، ولهذا وكالات الأسفار ما يكفيهاش باش تخدم كان على الإقامة في الفنادق. احنا نقوم بالرحلات خاصة، وتونس الكلها هي الميدان متاعنا من الشمال للجنوب، ومش الشواطئ فقط. وفما صعوبات في الميدان هذايا،
من ناحية تنوع المنتوج خاصة والجودة متاعه. السياحة الشاطئية يلزمها تبقى الأولوية على بنينا تقريبا 700 نزل 700 نزل يلزم يواصلوا نشاطهم تصير إصلاحات وكل شيء، ولكن يلزمنا نخصوا استراتيجية وبلان داكسيون وأيضا بيجي للسياحة المختصة أو السياحة البديلة. وقد أجمع المشاركون على أهمية تطوير المنتوج السياحي الذي من شأنه أن يمدد النشاط على طول السنة وفي كل جهات الجمهورية. ونبقى في السياحة، حيث تشهد مدينة دوس حركية كبيرة مع انطلاق الموسم السياحي الصحراوي، خاصة بمناسبة فعالية الدورة الثانية لسباقات المهاري الهجن. اختتمت فعاليات الدورة الثانية لسباقات المهاري الهجن والتي انتظمت بمدينة دوز على مدى يومين، تظاهرة شهدت مشاركة دول عربية وأوروبية منها الجزائر والأردن والكويت وفرنسا وألمانيا، وكانت ساحة تحنيش مسرحا لعديد العروض والسباقات ولعل أهمها ملحمة أثر. إن شاء الله المهرجان هذا يتطور. اليوم عندنا تقريبا 9 دول مشاركة، عن ضيوف من الكويت، من الأردن، من مصر، من الجزائر. إن شاء الله معنا الدورة هذه وصلت المساج اللي هو الجمال راه عنصر مهم، الجمال قادر يضيف الاقتصاد، قادر يضيف للرياضة، للسياحة. أثر عرض فرجوي يحاكي حضور الجمال في المدونة الشعرية وفي الخيال الشعري عند العرب، واحدا من أبرز اللوحات الفنية التي عرضت في المهرجان. العرض اليوم اللي قدمناه بمشاركة المهاري ومشاركة شباب دوز، العرض هذا كله بإمكانيات معناتها محلية اللي هي المبدعين متعين الجهة اللي نعولوا عليهم في أن يطوروا إبداعاتهم. المشاركون العرب والأجانب عبروا عن ارتياحهم لتواجدهم ومشاركتهم في دورة المهاري بدوز. الحقيقة جايين مشاركين في المهرجان ونبارك الأخوان في إدارة المهرجان على النجاح ونتمنى لهم التوفيق. هذه المرة الأولى التي أحضر فيها هذه التظاهرة، رغم أني جئت في السابق لمهرجان دوز، ونحن دائما نسعد بحفاوة الاستقبال وبحسن التنظيم، كما تشدنا روعة وحسن الجمال. ماراثون الهجن بدوز رغم حداثة عهده، لأنه استقطب جمهور غفير لمحبي هذه الرياضة وكشف عن مخزون تراثي عريق بجهة المرازيق. نتحدث الآن في المال والأعمال، جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني معبرا إلى الاقتصاد المهيكل وطريقا لخلق فرص العمل اللائق، هذا هو الموضوع الذي طرح كمحور اهتمام في الندوة الدولية لمنظمة العمل الدولية بالحمامات بحضور ما يزيد عن 15 دولة. اللقاء الذي اختيرت له تونس لإدارة مجرياته لخبرتها في مجال خدمات الاستقبال عمد إلى إمكانات وآليات إطلاق مبادرات وأفكار في الاقتصاد الاجتماعي التضامني ليكون فسحة تبادل للخبرات الدولية لبناء التنمية. ليش معناتها اقتصاد تضامني واجتماعي اللي الناس في تونس ما يعرفوش؟ هي كل ما يهم التعاونيات، كل ما يهم التعاضديات، كل ما يهم المجموعات ذات البعد الاقتصادي وتبادل الخبرات حول الاستراتيجيات الكفيلة بمرافقة هذا القطاع ليشارك بصفة فعلية وفعالة في التنمية الوطنية. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ثمن هذا المنح لفاعليته في سد الفراغ بين القطاعين العام والخاص، بينما اعتبرتها منظمة الشغالين رافدا ودافعا لمقومات التنمية المستقبلية. وثم نوع من الفراغ متأتي من عدم التقارب ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ثم فضاءات قعدوا فارغين على مستوى الجهوي بالخصوص. وهنا هذا النوع من الاقتصاد، هذا النوع الاقتصاد الجديد يفرض نفسه لحل بعض المسائل. هو رافد أو مقوم من المقومات التي ستدفع بالاقتصاد بشكل عام لمعاضدة القطاع العام والقطاع الخاص، هو خيار ثالث. وزارة التشغيل والتكوين المهني من جهتها عددت تحديات هذه المنظومة وأكدت على تعهدها بتذليلها سيما في صيغها القانونية. في تحديات متاعنا في موضوع الاقتصاد، هي أول حاجة يلزمنا نعمل قانون ينظم الاقتصاد التضامني والاجتماعي. 2، يلزمنا نعمل مؤسسات
تعمل للنظام الاقتصادي، يلزمنا من بعد نخمو كيفاش باش نتعاملوا، شنو التشجيعات باش نعطيهم. ويذكر ان عددا من الخبراء اكدوا على اهميه هذا اللقاء بالنظر الى الظرف الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلاد، ودعوا ضروره الى توفير النصوص القانونيه لدفع عجله التنميه. دخل أعوان المالية بعدد من القبضات ومكاتب الأدوات ببعض ولايات الجمهورية في إضراب تلبية لدعوة النقابات الأساسية للمالية، ودعت النقابات إلى الدخول في هذا الإضراب لمدة 5 أيام ابتداء من نهار اليوم. أقرت النقابات الأساسية للمالية لولايات تونس ومنوبة وأريانا وبن عروس إضرابا لمدة 5 أيام ابتداء من تاريخ اليوم، وذلك للمطالبة بالتفعيل الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية، مؤكدة على ضرورة إفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي خاص. ولا حتى إذاعة أشارت اليوم ثم إضراب بالكل، يعني أنا كمواطن عادل عندي ماشين، عندي ما نخلص، فهمت، تجي نلقاها مسكره وما ثمش حتى ورقه، ثمش ورقه ما ثمش كاتبين اللي هما ما نعرفوش شنو هي الاسباب، فهمت، ووقتاش ترجع؟ لا ما في بيش بيه عليه، وعندي اختي يلزم تخلص اليوم. تعودنا بالضربات وتعودنا معناها بتعطيل المصالح. من جهة أخرى كانت الحركية داخل بعض القبضات المالية بتونس عادية غير مستجيبة لدعوة الإضراب. يخدموا توقيتهم وأمورهم واضحة. ساقط ورقة الزامبو خرجتها ما عندي حد يشكري معه. جات كان هنا هم ديجا صباح حلو بسيف. حلو بعد 8. وهو حلو إن شاء الله يتموا الخدمة مع المواطن. بليش بيه فما قريب. ديريكت جيت لهنا. هم يخدموا نورمال. هذا وقد أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب في قطاع المالية لم يصدر عن سلطة القرار القانونية ولا يلزم الاتحاد في شيء. في مسألة الإضراب احنا لم ندعو الإضراب، دعينا إلى هذه الإدارية لم تكتمل، ما قلنا بالأبناء المالية أعوان المالية أنتم أبناء الاتحاد يلزم ثم عمل مشترك وداخلي وفي داخل الأطر النقابية مع بعضنا نجم نوصل نتائج. يذكر أن النقابات الأساسية للمالية أصدرت في وقت سابق بيانا أكدت فيه رفضها أي مشروع لإعادة هيكلة وزارة المالية إلا في إطار قانون أساسي يخضع لكل النقاط الواردة في الاتفاقيات الممضاة. على امتداد 3 أيام تم تنظيم حملة توعوية بولاية بنزرت حول ضرورة المشاركة في العمل البلدي من قبل مرصد شاهد وبالتعاون مع بلدية المكان وعدد من الجمعيات الشبابية بالجهة. حملة هي الخامسة من نوعها لمرصد شاهد في الولايات الداخلية، توجت اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون بين بلدية بنزرت ومرصد شاهد بمشاركة عدد من الجمعيات الشبابية، وذلك في إطار مشروع كامل للديمقراطية التشاركية والمحلية الممول من قبل الأمم المتحدة. قال مضى على اتفاقية أو ميثاق تعاون بين مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية وبلدية بنزرت اللي اختاروها هما إلى جانب بعض البلديات الأخرى باش نصحوا ميثاق في التعاون أخلاقيا هو أكثر منه ماديا أو كذا بين المرصد والبلدية. حاولنا أنه نمسوا أكثر شرائح المجتمع، وزعنا تقريبا أكثر من 800 مطوية على المواطنين، قمنا بتحسيسهم بضرورة العمل، ضرورة المشاركة في العمل البلدي، ضرورة المشاركة في الجلسات العامة للبلدية، ضرورة المشاركة في المخطط الاستثماري البلدي. الحقيقة فما كان تجاوب كبير من المواطنين، فما زاد تجاوب كبير أيضا بالبلدية. من خلال حملة تحسيس استهدفت أكثر من 1000 مواطن، حكينا معهم شنية البلدية شنية تفهم، حاولنا نقربوا لهم مفهوم دورهم هما كالبلدية، وحاولنا نغيروا الصورة التقليدية للبلدية كجهاز كإدارة معناتها مسؤولة على ما استخراج وثائق وغيرها. فهمناهم إلي البلدية لي معناتها هي تنجم تكون أنت كمواطن تنجم تكون عنصر من عناصر اتخاذ القرار في الشأن المحلي متاعهم. الحملة التي تواصلت على امتداد 3 أيام ورفعت على إثرها توصيات بغية تحسين العمل البلدي، ناهيك عن التركيز على خطط اتصالية جديدة لإيصال المعلومة فيما يخص أهمية المشاركة في العمل البلدي. صادق مجلس نواب الشعب على ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد أن طرح النواب عديد الإشكالات حول نقص المياه وسعر زيت الزيتون والمشاكل الفلاحية في الجهات الداخلية
وفي إجابته قال وزير الفلاحة سمير الطيب إن وزارته من أكثر الوزارات تعاونا مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأن ملفات الوزارة فيما يتعلق بالتعويضات جاهزة، وأن تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية مرتبط بالمصادقة على مشروع الميزانية، معلنا أن السنة القادمة ستكون سنة الإصلاح الفلاحي خاصة فيما يتعلق باستصلاح الأراضي الدولية. كما صادق مجلس النواب على ميزانية وزارة الصحة التي كانت في حدود 1875 مليون دينار وبزيادة تقدر ب 7% مقارنة بميزانية السنة الماضية. وانتقد النواب بشدة وضعية المؤسسات الصحية خاصة في المناطق الداخلية، كذلك ملف الفساد وسرقة الأدوية من الصيدلية المركزية التي قال بشأنها وزير الصحة إن الملف بأيدي وزارة الداخلية والقضاء. لم يكن قطاع الصحة بمنأى عن انتقادات النواب قبيل المصادقة على ميزانية وزارة الصحة، رغم أنها وفق تعبيرهم لا تفي بما ينتظرها من التزامات في ظل صعوبات يشكو منها هذا القطاع. الناس كل متفقة أن الوضع صحي كارثي إلى أقصى الحدود، سواء كان البنية التحتية فما نقص كبير، سواء كان الموارد البشرية فما نقص كبير، سواء كان الموارد المادية فما نقص كبير، ولكن خاصة فما تباين كبير بين الشمال معناها والساحل وبين معناها الداخل نتاع تونس. كاين المطروح هو بالنسبة لي هنا غياب رؤية واضحة. اليوم ماذا بينا نعرف القطاع العمومي هو بالنسبة لنا احنا الأساس، يجب المحافظة عليه مش باللغة وبالخطاب، بالتمويل وإعادة التمويل. كما كان ملف المديونية والنقص في طب الاختصاص والبحث العلمي والخدمات الاستشفائية والحالة المزرية لأقسام الاستعجالية من بين أهم النقاط التي ناقشها النواب. المطلوب من وزارة الصحة أن تعيد توزيع الخارطة الاستشفائية، تتعامل أيضا مع ثم إشكال آخر وهو الفساد اللي موجود في الصفقات وفي التجهيزات وفي توزيعها وفي الأدوية وغيرها. وبهذا الخصوص قال وزير الصحة عماد الحمامي إن ملف سرقات الأدوية من الصيدلية المركزية بصدد المتابعة من قبل وزارة الداخلية والقضاء، كما تحدث عن برنامج الوزارة لمقاومة ظاهرة تعاطي المخدرات. احنا المخدرات الآن فما تفكير كبير وفما لجان قاعدة تشتغل وعندنا برنامج بكل معناها الصياغ اللي تجعل أن نحارب الآفة هذه. السرقات هذه ترجع بالنظر لوزارة الداخلية وللقضاء. الصيدليه المركزيه كانت معناها نقولوا احنا ضحيه عمليات سرقات خطيره. واشار الحمامي الى ان ميزانيه الوزاره دون المطلوب رغم الزياده ب 7% مقارنه بالسنه الفارطه، معلنا عن وجود صندوق خزينه جديد بمليون دينار، معتبرا ان من اولويات الوزاره ترشيد استعمال الادويه ومقاومه تهريبها. التشخيص اللي على اساسه وزاره الصحه عملت برنامج مش يكون فيه اهتمام بالخط الأول الصحة الأساسية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، الخط الثاني اللي فيه المستشفيات الجهوية وفيه أيضا المراكز الوسيطة، والخط الثالث اللي فيه المستشفيات الجامعية. هذا وتكفلت الوزارة وفق عماد الحمامي بمصاريف حادث انقلاب حافلة في باجة التي لن تستطيع استرجاعها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وتمت المصادقة في مجلس نواب الشعب على ميزانية وزارة النقل بمائة وصوت واحد ومعارضة 11 نائبا واحتفاظ 4 آخرين. واكتفت الجلسة العامة بردود وزير النقل رضوان عيارة على جملة تساؤلات النواب حول إشكاليات قطاع النقل. في معرض رده على أسئلة النواب التي طرحت أثناء جلسة النقاش العام لميزانية وزارته، أكد وزير النقل رضوان عيارة أن من بين أولويات الوزارة صلب الميزانية وفي إطار المخطط الخماسي للتنمية مسألة تطوير النقل العمومي الجماعي بين المدن وتجديد الأسطول، مشيرا في هذا السياق إلى العمل على تجهيز تقاطعات السكك الحديدية مع الطرقات. رصدت الوزارة 37 مليون دينار لتجهيز 130 تقاطع بكامل ولايات الجمهورية، تم تجهيز 30 تقاطع وتم نشر طلب العروض لتجهيز 50 تقاطع أجل التنفيذ 24 شهر. سيتم نشر طلب العروض لتجهيز 50 تقاطع هذه المتبقية خلال سنة 2018. وفي رده على الأسئلة المتعلقة بمناظرة الانتداب بشركة النقل بالساحل، أكد وزير النقل إلغاء نتائج هذه المناظرة بسبب شبهة فساد. خلال ربما تقرير تفقد تم إنجازه من قبل التفقدية العامة لوزارة النقل، أكدت أنه فما بعض الإخلالات العميقة وربما حتى مشينا في اتجاه وجود ربما
شبهة فساد مست المناظرة، وعلى أساس هذا التقرير تم أخذ القرار بإلغائها وإعادتها من جديد، إضافة إلى حالة إحالة الملف على القضاء. وفيما يتعلق بتفشي ظاهرة سرقة الأمتعة في المطارات التي تطرق إليها العديد من النواب في مداخلتهم، أكد وزير النقل تشديد الرقابة وإحالة عديد الأعوان على القضاء. أعوان سلامة تحت الطائرة مكلفين بتأمين سير عملية شحن أمتعة المسافرين وتفريغها من مخزن الطائرة في كل رحلة. فما مراقبة يومية وتفتيش عملت الأمتعة ومراقبة مسالك نقل الأمتعة المسجلة ومراقبة المناطق الحساسة، ويتم بصفة فورية رفع المخالفات والمحاضر، وتمت إحالة حتى بعض الأعوان على القضاء في هذا الجانب. وبشأن الصعوبات التي تواجه المواطن خلال عمليات الفحص الفني للسيارات بسبب الاكتظاظ وكثرة الوسطاء، أكد وزير نقل فتح مراكز جديدة قريبا ستعزز 29 مركزا موزعا على كامل تراب الجمهورية بعد تسجيل بلوغ العديد منها طاقة الاستيعاب القصوى وتهرم معدات الفحص الفني. إلى أخبار العالم الآن، حيث شهدت اليمن اليوم مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد مسلحي الحوثي، الذي اعتبر العملية قطع طريق على مؤامرة تحاك ضد اليمن حسب تعبيره. في تطور مفاجئ، قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد عناصر ميليشيات الحوثي في كمين خارج العاصمة صنعاء، لتغلق بذلك بسرعة الصفحة التي دعا صالح إلى فتحها قبل أيام مع دول الجوار. فقد جاءت عمليات الاغتيال بعد ساعات من إلغاء صالح رسميا تحالفه مع الحوثيين، حيث توعد بتصعيد قتاله ضدهم. وقد أكدت مصادر في جماعة الحوثي مقتل صالح في هجوم استهدف سيارته بالقذائف الصاروخية قبل اغتياله بالرصاص صحبة أحد أبنائه وعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي من بينهم الأمين العام المساعد للحزب. يأتي هذا التطور بعد أيام من انهيار التحالف المرحلي الذي قاده صالح وقواته على مدى سنوات مع قوات الحوثيين. من جهته وصف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يوم مقتل صالح بالتاريخي، معتبرا أن انقلاب المسلحين الموالين لصالح ضد الجماعة ومؤامرة كبرى شكلت تهديدا ضد اليمن وتم أحباطها في 3 أيام. في المقابل دعا الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور الشعب اليمني للثورة على الحوثيين، فيما أكدت الأمم المتحدة تعليق حركة المساعدات الإنسانية من وإلى صنعاء بعد اشتداد وتيرة الاشتباكات في الطرق الرئيسية وتصاعد القصف الجوي. مقتل صالح سبقه تفجير منزله في صنعاء وسط اشتداد القتال بين حلفاء الأمس جماعات الحوثي قوات الرئيس اليمني السابق في العاصمة، حيث سقط 125 قتيلا على الأقل. اغتيال علي عبد الله صالح يعتبر نهاية لرجل حكم اليمن لعقود وكان جزءا من الأزمة والحل فيها على حد سواء، لكنه يعتبر بداية لمرحلة جديدة يعيشها اليمن وسط أزمة إنسانية خانقة. وخلال حكمه دخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في سلسلة من التحالفات، وتواصلت هذه السياسة حتى بعد خروجه من الحكم، والتي كانت مع الحوثيين آخر حلقة تحالفاته. لم يتردد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح خلال مسيرته السياسية التي نهزت 3 عقود في الدخول في سلسلة تحالفات للحفاظ على حكمه وتعزيز مواقعه، فكانت آخر تحالفاته مع الحوثيين عند خروجه من السلطة بعد أن حاربهم عدة مرات أثناء وجوده فيها. خلال أحداث الربيع العربي وفي خضم دعوات مختلفة له بالتنحي، أعلن الحزب الحاكم في اليمن في 23 أبريل 2011 موافقته على المبادرة التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الأزمة في اليمن. وبعد مرور أكثر من 9 أشهر على اندلاع الأزمة، وقع الرئيس اليمني في العاصمة السعودية على المبادرة الخليجية التي مهدت لتسليمه السلطة في فيفري عام 2012 ليتولاها الرئيس عبد رب منصور هادي. ورغم تسليم علي صالح للسلطة إلا أنه ظل لاعبا أساسيا على الساحة اليمنية، فقد ساهمت قوات من الحرس الجمهوري السابق في المعارك مع الحوثيين ودعمهم بشكل كبير، ورفضوا أوامر القادة العسكريين الموالين للرئيس عبد رب منصور هادي حتى استطاع الحوثيون السيطرة على صنعاء. وقد استفاد الحوثيون من قوات صالح تدريبا وتسليحا للاستيلاء على محافظة عمران ثم العاصمة صنعاء وتمددهم بعد ذلك إلى عدن.
إلا أنه بعد نحو 3 سنوات من الشراكة بدأ فصل جديد من الخلافات والاتهامات بين الحوثيين وصالح، لتتصاعد مؤخرا حدة التهديدات بينهما إثر اتهام الحوثيين للرئيس اليمني السابق بالاتفاق سرا مع التحالف العربي بقيادة السعودية للانقلاب عليهم وإدخال أنصاره إلى العاصمة صنعاء بغرض السيطرة عليها وفك الارتباط مع الجماعة. وكان الرئيس اليمني السابق تعهد بفتح صفحة جديدة مع التحالف العربي شرط أن يوقفوا عدوانهم وأن يرفعوا الحصار عن اليمن حسب تعبيره. ورحب التحالف بقيادة السعودية بعرض علي عبد الله صالح الحوار. في المقابل أدان الحوثيون دعوة صالح ووصفوها بالانقلاب عليهم لتنهار هذه الشراكة ويأتي رد فعل الحوثيين عنيفا وحاسما، فكان التحالف القاتل. دعا المندوبون الدائمون لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعه في جدة بالسعودية بناء على طلب فلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم اتخاذ أي قرار من شأنه تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس. ودعا المجتمعون في بيان أن الدول كافة بما فيها الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بأي تغييرات في خطوط 1967 بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس. وفي حال إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ أي خطوة محتملة فإنه ستتم الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة إسلامي استثنائي في أقرب وقت. أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الهادف في الكويت إلى التحضير لقمة دول المجلس التي تبدأ أعمالها غدا الثلاثاء، ولم يصفح الوزراء عن فحوى الاجتماع الذي يعد الأول منذ اندلاع أزمة قطر مع العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في جوان الماضي. ولم يتم إلى حد الآن تأكيد حضور زعماء دول المجلس للاجتماع الذي يستمر يومين باستثناء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وفق ما أكده وزير خارجية بلادها الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. في أخبار الرياضة، اتفقت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي مع المدرب الفرنسي برتران مارشان للإشراف على فريق أكابر كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي. وسيباشر مارشان مهامه يوم الخميس القادم أي إثر مباراة الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجمع النادي الإفريقي بالنادي الرياضي الصفاقسي. وسبق للفني الفرنسي قيادة فريق باب جديد موسم 2006 و2007 حيث أنهى الفريق البطولة في المرتبة الثانية. اجتذب شاطئ مدينة منزل حر من ولاية نابل اهتمام عشرات الصيادين المولعين برياضة الصيد البحري من دول عربية وأوروبية عديدة تنافسوا من أجل الفوز بلقب الدورة الدولية السادسة. تحت إشراف الجامعة التونسية للصيد الرياضي البحري انتظمت بشاطئ مدينة منزل حر النسخة السادسة من الدورة الدولية للصيد بالصنارة، وذلك بحضور 160 مشاركا يمثلون 30 بلدا عربيا وأوروبيا. أنا جاي لوكازيون دو بارتيسيبي للبرومير إديسيون دوزيام، دونك 6 سنين نشارك وأشاك فوا كي نبدا عندي بوسيبيليتي باش نجي لا بروفوني سي لا 6ييم فوا جو بارتيسيب. هذا اسمه تنميه وبروموسيون دو سبور، وبطبيعه الحال كي تبدا حاجه انترناسيونال ما تنساش اللي عندنا فرق وطنيه في الجامعه، الفريق الوطني اللي شارك اخر مره للصيد بالصناره في افريقيا الجنوبيه. ورغم تأثير عامل الرياح على المنافسات فإن المشاركين أصروا على مواصلة الاستمتاع بممارسة رياضتهم المفضلة والتركيز فقط على تحقيق نتائج جيدة في دورة تحظى بسمعة عالمية. اليوم كان الريح بزاف ولكن راه منا من الناس كل شيء، دونك المشاركة مزيانة وكل شيء مزيان، الحاصلة ما شاء الله بو لانستون دابا مزيانة. كان شوية مشكل توتاليور تعطلنا شوية ولكن الحمد لله دابا الحاصلة مزيانة. طقس به ولا خايب، الهواية كي تبدا واحد مغروم معناها ما يهموش في الطقس ما يهموش في الظروف، سافا في بارتي دو ليكسبيريونس. التظاهرة هذه عندها إشاعة كبير وبالحق هي من أكبر التظاهرات عالميا ومشهود بها، ويجيونا عباد من برا من البلدان الكل. منافسات الدورة الدولية للصيد بالصنارة تعتبر فرصة لمزيد التعريف بالصيد الرياضي البحري في تونس من جهة، وإعداد عناصر المنتخب الوطني لقادم البطولات من جهة أخرى. نهاية هذه النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في ذكرى اغتيال الزعيم النقبي فرحات حشاد، الطبيب يقول إنه لا نية للاتحاد في الحكم.
وأن لا أحد يثنيه عن الاهتمام بالشأن السياسي. فاتورة الكهرباء والغاز بين التذمر المستهلك من ارتفاعها ونفي الشركة أي زيادة في التسعيرة. ومقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين بعد ساعات من إنهائه تحالفا معهم. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في. نشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.